والآن مشاهدينا إلى الشأن الأمني، أين تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة من إيقاف 3 أشخاص لم يتجاوزوا 38 سنة من العمر متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار وترويج أوراق نقدية مزورة للعملة الوطنية. وقد أسفرت العملية التي قامت بها عناصر الشرطة من استرجاع أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار و1000 دينار كانت بحوزة الموقوفين، إضافة إلى حجز مجموعة من الأدوات تتمثل في آلة ناسخة وجهاز سكانير وهواتف نقالة. المزيد في ميكروفون أحمد مدني. إطار السياسة المنتهجة للمديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني المتمثلة في تأمين الأشخاص والممتلكات، عاملة مصالح أمن ولاية الجزائر بوضع خطة محكمة في الانتشار الجيد والاحتلال الميداني، وذلك بتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بالزي المدني والرسمي، حيث أنه على إثر إحدى الدوريات لفت انتباه عناصرنا إلى شخص مشبوه كان على متن مركبة سياحية، حيث عثر بحوزته على قطعة صغيرة من المخدرات قصد الاستهلاك. وبعدها تم تفتيش الدقيق للمركبة، مبلغ المضبوط من قبل هذه الشبكة المتمثلة في 54 مليون و600 سنتيم، أي تم ضبط 52 مليون و600 بالمركبة، وبعد تمديد الاختصاص تم ضبط مليوني سنتيم آخر بعد تفتيش المسكن. وكذا كذلك الوسائل المستعملة في عملية التزوير التي هي أمامكم المتمثلة في آلة الطبع الناسخة وكذلك آلة القطع وكذلك الورق هذا الذهبي الفيليجران المستعمل في الأوراق النقدية الوطنية.